هي في 25 من العمر، طموحة وتحب الطرقات السريعة. أمبرين شابة باكستانية تقود الطائرات المقاتلة. هي تقود طائرات F7 الصينية الصنع التي تبلغ سرعتها القصوى مرتين سرعة الصوت. صراعها بدأ في المنزل، فوالدتها أرادتها أن تكون طبيبة. هي قالت: ليس هذا ممكنا على الإطلاق بسبب ثقافتنا الشرقية ولأنني الصغرى في المنزل، وهي اعتبرت أنه لا يمكن أن أفكر بإمكانية مغادرة هذا المنزل. الجسم البشري معرض لضغط هائل في الهواء، والطيارون لا يستمرون في مهنتهم لوقت طويل. حتى الآن نخبة قليلة ليس فيها نساء تقود طائرات حربية في الحزام القبلي الذي يشكل ساحة حرب ضد طالبان. هذه الأيام أمبرين تقود طائرات شحن على وجه الخصوص، لكنها تشارك في تمارين حية. شعور قيادة الطائرة كما لو أنك ذاهب لقتل عدوك عبر توجهك مباشرة نحو الهدف. 7 نساء تخرجن حتى الآن، وثلاث منهن يقودن طائرات حربية ويصدرن أوامر لمئات من التقنيين والمهندسين الرجال. هم متعاونون جدا وشجعان جدا ويشجعوننا أيضا. أمر آخر مميز في حياة أمبرين، فهي تزوجت مؤخراً لكنها لم تختر زوجها بنفسها، فزواجها كان مدبراً كما تقتضي التقاليد في باكستان. لكن هؤلاء النسوة سيواصلن الارتقاء وصولاً إلى السماء.